السلام عليكم ورحمة الله. نحب نقدم ديديكاس لكلاي بي بي جي. يا معلم هاك واللي تشتح مع الشمس دور في الافلام والدنيا والاحلام ماشي معاك. ماش تحكي على الراب شبيك تحكي على الراب؟ الراب ضربته على الحيط انت يا معلم. لعبها لكون السامة هبتولك ستاتير في الفيسبوك متاعك اللي انت مش ناخذ انت لبس روبه وابا تشتح يا معلم. الشمس افهم تسلم عليك برشا برشا وتقول لك اني هنا ويقول لك قاع الناس عندي كان انت عندك كان شمس افهم وليت حياتك كاملة وليت تحكي الراب وتني وعلى حلام وتسب في العبيد ديك طلعت على روحك عندي صاحبي هكا باب جديد طيحتها هبطها في القمة يا معلم. ماكش من باب جديد انت المنظر اللي عندك مش من باب جديد جملة واحدة خضر وانت باب جديد مش هكيكا فهمت عايشين رجال ولاد باب جديد خلقت البارح انت يا معلم وما تعرفش باب جديد كثر ما انت زويت كيفاش كانت انا نقول لك كيفاش كانت يظل انت مزت ما تخلقتش انت في الدنيا هذه وتحكي فهمت يا معلم وسايب عليك وبفلوسك وترشنيه سايب عليك ما عندك حتى شيء انت باجاج ما عندكش كشت عندك باجاج ماك قوي انت هبط راب نظيف ما في حتى شيء كلام زيد فهمت ونخليك هكاك مع الاحلام متاعك ومع المهرجان اللي تمشي لهم ومع العباد متخلفين اللي كيفك انت متخلف وهما يسمعوا فيك متخلفين على خاطر واحد كيفك انت جامي يكون رابير اول حاجه وحياتي كامله في ماريو الخلعه لبس ماريو الخلعه الرابيرات تبع في رابير متاع امريكا شبيك امريكا صاحبي حتى كي يلبس ماري الخلع يواتي انت ما يواتيكش ماري الخلع خاطرك داخل بعضك على داخل على الحيط فهمت كيفاش وصايب عليك من حكايه الراب ولعب فيها انت تقول انا نغلبكم بالراب وبالبونيا وبالثريع ما عندك شيء وريني راب جديد انت والشيشي ما تعجبونيش على الحيط باي اللي يخرج كلام زايد والعباد تسمع كان شي يقدر امه واخته وفاميلته انت طلعت ما تقدرش لا امك لا فاميلتك لا حياتك لا قاعد تحكي وتسيب كلام زايد يا اختك الدورة تسمع اليوتيوب تقول خويا يتكلم في كلام زايد يقول تا 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 نورمال ما تحشموش والله العظيم سيدكم هو الوحيد هو بالتي باي حتى كافون زاد باي ما يقولش كلام زين تنظف الريقي متاعو فهمت وطلعتوا كلكم على الحيط وديما طول عمركم تجيوش رابارات وكما قال الكادو ريم الكلكم اليوتيوب متاعكم ما تجيوش حق المنقلة متاعهم فهمت المنقلة متاعهم هذيك جايتو من امريكا خصيصا في الطيارة قاسة بيه وتشاو ما نحكيش معاكم انتم عباد متخلفين يا الرباريت متاع تونس متشرف كنا بتونس متشرفش بالعباد اللي كيما سيسمو هذاك الجيجي وكلاي بي بي جي زعما انت كنت تكترين زغابة فيديو تسب في العباد الارتيست عمره ما يسب العباد باي كان جيت ارتيست وما تسيبش العبيد حتى كي تسمع تشوف كومنتير ما تجاوبش عليها يزمك تحب البيه والخايف والسلام عليكم من عند السيكيمي مارسيل.